تشجيرية واسعة بدأت بها العتبة العباسية المقدسة في بابل لزراعة 10 آلاف شجرة في عموم الشوارع الرئيسية في المحافظة. الحملة تأتي لتوسعة المناطق الخضراء وخلق أحزمة خضراء تقلل من مخاطر العواصف الترابية. حقيقة الفكرة من هذه الحملة المباركة هي يعني نحد التصحر، الحد من العواصف الترابية، وتجعل هذه المنطقة منطقة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام اللي هي الحلة تجعلها بأبهى صورة. شعبة الإغاثة والدعم العتبة العباسية المباركة أطلقت حملة كبيرة لأكثر من 10 آلاف شتلة إن شاء الله انتقلت من بغداد، من وحدة بغداد الكرخ ووحدة بغداد الرصافة والأخوة في حملة الوفاة إلى هذه المنطقة المباركة. نتمنى من جميع محافظاتنا أن تطلق مثل هيك حملات للحد من عملية التصحر وارتفاع درجة الحرارة. انطلاق حملة تشجير محافظة بابل التي أطلقتها العتبة العباسية المقدسة وبتعاون مع قوافل الدعم اللوجستي من محافظة بغداد. هبت قوافل الدعم اللوجستي في محافظة بغداد إلى تجهيز 10 آلاف شتلة سوف تزرع في محافظتنا الكريمة ولأهلنا وناسنا في محافظة بابل. وكما تعلمون أن قوافل الدعم اللوجستي لهم بصمة أيام المعارك وأيام سواتر العز والكرامة، واليوم هبت أيضا لدعم ومساندة العوائل الشهداء والأيتام. ويؤكد مختصون أن الحملة تأتي في وقت يشهد العراق تقلبات مناخية حادة تؤثر على مجمل الأجواء في المحافظة، لذا فمن المتوقع أن هذه الأشجار ستقلل من مشاكل العواصف الترابية في حال تمت العناية بها من قبل الجهات المعنية في المحافظة. استقبلت مدينة الحلة اليوم وفدا من فرقة العباس القتالية من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، جالبة معها 6 آلاف شتلة من نباتات الدائمة الخضرة المعمرة، وبالأيام القليلة المقبلة يزودونها 4 آلاف شتلة أخرى ليكون المجموع 10 آلاف شتلة، لإضافة جمالية إلى مدينة الحلة، بالإضافة إلى أن هاي النباتات دائمة الخضرة تكون صديقة للبيئة لتوفير الأكسجين، استهلاك ثاني أكسيد الكربون الضار، بالإضافة إلى أن تكون مصد للرياح ومقلل لنسبة الأتربة. ووجهت الحكومة المحلية دائرة البلدية بضرورة العناية بهذه المزروعات ومتابعتها بشكل مكثف لحين نموها بالكامل. من باب العلياس، قناة وطن الفضائية.